Wow. إذن مشت الكرام مشت خلنا نشوف مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتشوفوا معنا في اللحظات حادث سير خطير ما بين جوج ديال السيارات هنا بكورنيش عين تياب وخسائر مادية بالجملة. يعني كيف ما كتشوفوا معنا في اللحظات سيارة الجر اللي كتدخل على الخط من أجل نقل السيارة المصابة يعني بطبيعة الحال إلى المحجز البلدي. شوفوا معنا الطنوبيل شنو وقع لها، سيارة من نوع رونج روفر. خسائر مادية بالجملة هنا بالكورنيش عين تياب. هذه هي الطنوبيل. واو شوف شوف شوفوا الألعاب البهلوانية هنا. شوف 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 شوفوا معنا الألعاب البهلوانية هنا بكورنيش عين تياب. الناس هادو الله يهديهم، والله القسم لله يهديهم. واو الراديتور كله مفركع. شوف كيف كله ليسانس هذاك ولا ما شوفوا معنا الالعاب البهلوانيه. شوف الشيء اللي واقع هنايا واحد الكسيده خطيره في كورنيش عين تياب. فهاد اللحظات سياره الجر اللي دخلت على الخط ونقلات هاد السيارات هادو للمحجز البلدي. يعني فمرجو اتخاذ الحيطه والحذر خصوصا هنا في كورنيش عين تياب، راه دائما ما كيوقعوا الحوادث خطيره يعني بسبب السرعة المفرطة. والألعاب البهلوانية هنا في كورنيش عين تياب راه لا إله إلا الله. الديباناج غدا بطونوبيل. فعفاكم حدوا راسكم، راه كيتسناوكم عائلات، كيتسناوكم اسر، كيتسناوكم وليداتكم. سوقوا بشويه، كيتسناوكم والديكم فسوقوا بشويه. الله يرحم الوالدين لما سوقوا بشويه. اذا مش الكرام مشتاق انا شفتي غادي نودعكم على منطقكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.